دكتور جودة عن قرض البنك الإسلامي أو بنك التنمية الإسلامي وكلام عن إعادة الروح إلى بنك التقوى وفتح فروع لبنك التقوى في مصر. هل معنى ذلك أنه سنشهد نمو للبنوك الإسلامية وانحسار للبنوك التي تعمل بالفائدة؟ وهو وإيه موضوع الدكتور الأستاذ يوسف ندى يقال عنه أو كما يوصف هو الذي أسس بنك التقوى، إن هو يملك يعني همزة الوصل ما بين جماعة الإخوان في مصر والتنظيم العالمي للإخوان، وإن كانت وظيفته أنه يكون مفوض العلاقات السياسية والدولية، وأنه في سبيله إلى العودة لمصر. عايزين نربط كل الكلام ده ببعضه ونفهم القصة الحقيقية. هو سؤال حضرتك سؤال مركب من ثلاث أسئلة وثلاث موضوعات مختلفين عن بعض. لا كلهم لهم علاقة بالإخوان. لا وثلاثة لهم موضوعات مختلفة عن بعض. في موضوع بنك التقوى، موضوع قرض بنك التنمية الإسلامي، وبعدين الاقتصاد الإسلامي أو المصرفية الإسلامية. نمسك الأول موضوع بنك التقوى. ما فيش حاجة اسمها يوسف ندى يرجع مصر. ده راجل مواطن مصري من حقه يرجع في أي وقت. من حقه ده راجل مواطن مصري. دكتور مرسي أصدر عفو عنه. يعني ما عنديش معلومات قوي، ما سمعتش اخيرا حاجه زي كده، لكن هو كان جزء من القضيه اللي المحكمه اصلا برئته فيها. لكن انا عاوز اقول بنك التقوى ما عادش له وجود. بنك التقوى اعتقد منذ اكثر من 10 سنوات تم البنك هذا يعني افلس وتم اغلاق هذا البنك، واعتقد لم يعد له وجود ولا ليس هناك حاجه اسمها بنك التقوى عشان يدخل مصر او حتى يخرج من مصر. وبالتالي هذا الامر يعني سؤال غير مطروح من اصله. نيجي لبنك التنميه الاسلامي. بنك التنميه الاسلامي يعني مش هيرجع تاني للحياه. مفيش بنك تقوى اصلا. طيب. مفيش بنك تقوى. بنك التنميه الاسلامي، بنك التنميه الاسلامي ده بنك زيه زي البنك الدولي، زي صندوق النقد الدولي، زي بنك التنميه الافريقي. ده بنك من المؤسسات التمويل الدوليه، مصر عضو فيه باعتبارها انها واحد من 55 دوله اعضاء في المؤتمر في منظمه المؤتمر الاسلامي. وهذا البنك بيساعد الدول في تفعيل دور الاستثمار فيها، وإحنا علاقتنا بهذا البنك علاقات متميزة، وهو بيدي مساعدات في أدوات إسلامية وأطر إسلامية بأسعار تكلفة محدودة جدا للغاية. أعتقد أن احنا خدنا قرض 1.4 مليار دولار أمريكي في الفترة الماضية أو 1.5 تقريبا، كان عشان دعم السلع الغذائية وحاجات من هذا القبيل. وأعتقد أن احنا علاقتنا بهذا البنك وده أحد البنوك الإقليمية الداعمة لمصر، وهو داعم لكل دول العالم الإسلامي. مين بقى صاحب البنك ده؟ الدول العالم الإسلامي 55 دولة الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. فده ما فيش فيه كلام. بيدي قروض بقى حسنة؟ لا مش حسنة، لا هي بتمويل بس بأدوات إسلامية. النظام إما بنظام المضاربة أو المرابحة أو المشاركة أو الاستصناع أو البيوع. أي نوع من أنواع أدوات التمويل؟ البيوع. يعني إيه البيوع؟ البيوع اللي هي البيع، يعني عمليات البيع. مجموع بيوع فيها أنواع، في بيوع أمانة يعني ممكن نتكلم فيها لو أتيحت الفرصة. هنيجي بقى لقضية المصرفية الإسلامية في مصر. قضية المصرفية الإسلامية في مصر، احنا عندنا الآن في نظام مصرفي إسلامي بيستند على المرجعية الإسلامية أو على نظام الاقتصاد الإسلامي، وهذا المصرفية الإسلامية أصبح لها دور كبير الآن في العالم، وبدأت كل الأنظار تتجه لها خاصة بعد الأزمة المالية الأخيرة في 2008، لأن لما حصل حالة الانهيار اللي حصلت في يعني في العالم في 2008 والأزمة المالية الكبرى، وبدأوا يبحثوا في أسباب هذه الأزمة وبدأوا يحاولوا يستفيدوا من الأنظمة الأخرى زي النظام الإسلامي، ووجدوا أن النظام الإسلامي فيه بعض الأدوات والإشارات والقواعد التي يمكن الاستفادة منها لتطعيم النظام الرأسمالي بحيث ان هو لا يعود للوقوع في مثل هذه الكارثة مرة اخرى. وبالتالي احنا عندنا النهاردة تراث اسلامي غني وثري يستطيع ان يجيب على كثير جدا من المشكلات الاقتصادية وان يساهم في حلها، خاصة ان المصريين والعرب عامة متدينين بطبعهم وبيفضلوا التعامل بادوات اسلامية. وبالتالي احنا نقدر ندعم مدخراتنا واستثماراتنا وودائعنا اذا اتجهنا نحو المصرفية الاسلامية، لكن هذا لم يكون على حساب النظام المصرفي التقليدي اللي هيكون موجود جنبا الى جنب مع النظام المصرفي الاسلامي. وبالتالي احنا في الحزب كنا قد اعددنا قانون لتعديل القانون رقم 88 لسنه 2003 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي واسواق النقد، وهذا القانون احنا اعددناه في الحزب وقدمناه للبرلمان، وكان البرلمان شرع في مناقشه هذا القانون لاصداره، ولكن حل البرلمان اوقف هذا القانون. في هذا القانون كل اللي احنا عملناه ايه؟ كل اللي احنا عملناه ان احنا اضفنا باب في نهايه القانون للمصرفيه الاسلاميه عشان نقدر ندعم ونقوي المصرفيه الاسلاميه وتقدر تاخد فرصتها في التنافس في اطار من الكفاءه والشفافيه مع النظام المصرفي التقليدي. لان اللي حصل في مصر، المصرفيه الاسلاميه دخلت في مصر سنه 79 مع انشاء بنك فيصل الاسلامي. من 33 سنه والمصرفيه الاسلاميه في موجوده في مصر، وبرغم ذلك لم يزد حصتها في السوق عن 4%. يعني طوال 33 سنه
القطاع المصرفي الاسلامي ما زادتش حصته عن 4% من السوق. والسبب ايه؟ السبب ان الدوله ما كانش عندها اراده سياسيه لتقويه هذا القطاع او اعطائه حتى الفرصه الكافيه لان ينمو، والبنك المركزي كان بيضيق عليهم وبالتالي ما قدرش ياخد فرصته في النمو، وده حرمنا من جزء كبير جدا من المدخرات كان يمكن تعبئتها عن طريق الادوات الادخار الاسلامي. يعني دلوقتي اظن بدا طرح صكوك اسلاميه، ده هقول لحضرتك علشان استغلالها في مشروع، ده موضوع اخر. احنا بنتكلم عن المصرفيه الاسلاميه للبنوك البنوك الاسلاميه، وبالتالي احنا عملنا باب لتنظيم عمل المصرفيه الاسلاميه بقانون، وده ما كانش موجود. وكانت الاشكاليه ان البنوك الاسلاميه بتعمل في اطار القانون التقليدي اللي هو مش مناسب لطبيعتها، وبالتالي ده حجم قدرتها على النمو. فاحنا اضفنا باب في نهايه القانون ينظم عمل المصرفيه الاسلاميه ويعطيها الفرصه للنمو وان تتنافس تنافس كفء مع المصرفيه التقليديه، والمواطن والعميل في النهايه هو صاحب حق الاختيار يتعامل مع هذا او يتعامل مع هذاك، وفي النهايه التنافس الشريف سيؤدي الى تقويه الاقتصاد المصري، وفي النهايه يستفيد منه الوطن والمواطن، والاثنين هيكونوا موجودين جنب بعض، والاثنين يتنافسوا تنافس كفء، وفي الاخر البلد هي المستفيده والشعب هو اللي مستفيد. حته بقى الصكوك، انا عندي النهارده الادوات الاسلاميه ممكن تساهم في حل مشكله عجز الموازنه وتمويل عجز الموازنه بالاقتراض، الادوات الاسلاميه وهي ده المنفذ المنفذ الوحيد، اكاد يكون المنفذ الوحيد للخروج من ازمه الدين العام اللي تفاقمت في الفتره الاخيره. حسني مبارك ساب البلد واحنا عندنا دين عام يقترب من حوالي 1350 مليار جنيه مصري، بيكلفني السنه دي 230 مليار جنيه تكلفه خدمه الدين عام بين فوائد واقساط، ودي كارثه. لما يكون 230 مليار جنيه مصري سنويا بيخرجوا من مصر لسداد اقساط وفوائد الدين العام، ده هو اللي عامل العجز اللي عندي اللي بيوصل ل 140 مليار، لان حجم الفوائد لوحدها وصل اكتر من 130 مليار جنيه. الكارثه يا فندم، وزي ما الدكتور كاتب في الدراسه لي انه رجال الاعمال كانوا ياخدوا التسهيلات وياخدوا العقود وياخدوا قروض من البنوك المصريه، يطلعوا فلوسهم هم بره اللي كسبوها ويرجعوا ياخدوا قروض من البنوك المصريه وما سرقوها. سرقوها يعني حضرتك يا دكتور هاله، عشان كده وصلنا ل 1130. انا هقول لحضرتك مفاجاه سريعه، هقول كام 1.1 تريليون، 1200 مليار، ده الدين المحلي، دين محلي محلي غير الخارجي بقى 1350 تقريبا، والفلوس كلها طلعت بره مصر. هقول ده الكارثه بقى حضرتك يا دكتوره، وبتلف بقى في حتت ما نعرفلهاش راس من رجليه، ايش بهامز على تسمح لي بس حضرتك الكارثه السنه دي أي. السنه دي في نهايه 2011 الكارثه اللي حصلت السنه دي في 2011 ان بنك مصر اعدم السنه دي 14 مليار جنيه مصري. بنك مصر اعدم 14 مليار جنيه مصري. البنك الاهلي اعدم اعدمها ديون اعدمها، عمل لهم مخصصات يعني. لا مش مجرد مخصصات، ده اعدام، عمل لهم مخصصات. مين دول؟ هو عمالين تتكلموا على هنا بقى السؤال، هنا السؤال، انتوا عمالين تقول اعدم لهم، عمل لهم مين هم؟ هم منتفعي حسني مبارك العصابه يعني. العصابه والبنك الاهلي اعدم 7.5 مليار. يا نهار ابيض، يعني ما يقرب من 21 مليار جنيه مصري. شوف ده كان يعملوا كم مستشفى وكم مدرسه، ولا احنا عمالين هو ده اللي سابوه لنا حسني مبارك. نقول والنبي 3 مليار يا بنك ده اللي سابوه لنا حسني مبارك. وبالتالي انا النهارده عشان اقدر اغطي عجز الموازنه واقدر اوفر تمويل الموازنه دون ان الجا للاقتراض، انا المنفذ قدامي ان اروح للاقتصاد الاسلامي. انا عندي ادوات استطيع ان استخدمها من ادوات المصرفيه الاسلاميه زي الصكوك، الصكوك الاسلاميه. الصكوك الاسلاميه مش ما يعني بداش هو دلوقتي فيه كلام مطروح عن تعديل اللائحه لحين ما يرجع مجلس الشعب، واحنا كنا قد عدلنا في الحزب مشروع متكامل للصكوك الاسلاميه، واعتقد الصكوك الاسلاميه ممكن تفتح السوق نحو توفير تمويل كبير سواء للقطاع العام او للحكومه في الموازنه العامه او للقطاع الخاص بادوات اسلاميه، وده هيحل لنا البنوك اللي هتطرح بقى الصكوك الاسلاميه. لا ما هتفرق، البنوك التجاريه ممكن تستخدمها كاداه من ادوات تمويل القطاع الخاص. والبنك المركزي يقدر يستخدمها كاداه لتمويل الموازنه العامه للدوله. وبالتالي هي متاحه الصكوك الاسلاميه كاداه يمكن استخدامها لتمويل القطاع الخاص او تمويل الحكومه. وبالتالي انا النهارده بدل ما كنت بروح الجا واخد قرض وادفع عليه فوائد وازود الدين العام وياثر على التصنيف الائتماني في مصر، طب انا اقدر اخد صكوك، والصكوك ديت عباره عن صكوك مشاركه باعتبار ان اللي بيدفع قيمه الصك ده كانه شريك مع الدوله في هذه المشروعات مش دائن لها. بس مش ضامن بقى. لا ضامن، ما الدوله ضامنه له. الدوله ضامنه له حقه. الامر الثاني الوسيله ده الاخرى الى المشاركه بين القطاع الخاص والدوله، الشراكه بين القطاع الخاص والدوله، ودي كانت موجوده في مصر، لكن للاسف نظام حسني مبارك واحمد عز اصدر قانون الشراكه بما يفيد المافيا. وبالتالي احنا برضو في الحزب كنا قد عددنا مشروع متكامل لاعاده تعديل قانون الشراكه بين القطاع الخاص والدوله اللي هو البي او تي والتريبل بي، بحيث ان ده برضو ممكن اداه جيده جدا اقدر اوفر تمويل للمشروعات الاستثماريه العامه للدوله دون ما انا الجا للاقتراض. بمعنى ذلك بمعنى ايه؟ ان انا لو عندي محطه كهرباء
المحطة دي تكلفتها مثلا نفترض 3 مليار جنيه مصري. كانت الدولة بتعمل ايه؟ بتروح تلجأ لأي قرض من بنك الدولي او من احد المؤسسات الدوليه او من البنوك المحليه وتاخد 3 مليار كقرض وتعمل بيه محطه الكهرباء ويبقى القرض ده زود الدين العام وادفع عليه فوائد واقساط وادخل في المتاهه اللي احنا عايشين فيها. لا طب انا اطرح هذه المحطه كشراكه بين القطاع بين القطاع الخاص اللي الناس اللي عاوزه تستثمر في محطات الكهرباء وبين الدوله، ويجي المستثمر ينشئ هو المحطه على حسابه وهو يدورها ويشغلها لفتره ما قد تكون 20 25 سنه وبالاخر بتعود الى ملكيه الدوله، ملكيه الدوله، وفي الفتره ديت الراجل بيكون استرد استثماراته زائد ارباحها وبدون ما اعمل اقتراض وادفع عليه فوائد. وبالتالي انا النهارده محتاج ان انا الجا الى ادوات تمويل غير تقليديه، سواء شراكه بين القطاع الخاص والدوله او الصكوك الاسلاميه. المصرفيه الاسلاميه تعمل لي ايه؟ هتزود المدخرات، لان في جزء كبير جدا من المصريين الملتزمين او المتدينين ما بيحبوش يتعاملوا مع البنوك، والبنوك الاسلاميه الموجوده في مصر عددها قليل وما عندهاش حتى الان، يعني انا بقول بمنتهى الامانه القطاع المصرفي الاسلامي في مصر ما زال افقه ضيق ومحدود الابداع. لكن لما يكون في قانون بينظم والبنوك الاسلاميه عددها يزيد ويبقى في عندهم قدره على الابداع في ابتكار ادوات ماليه اسلاميه زي اللي حصل في الخليج وفي ماليزيا وفي تركيا، اعتقد ان المدخرات المصريه هتزيد وده هيزود حجم المدخرات وده هو قضيتي الاساسيه. مصر مش هتتحل مشاكلها الا بزياده نسبه الادخار اللي هو معدله النهارده لما يزيد عن 14%، انا عايز اوصله لل 30% اللي هو المتوسط العالمي، لان يوم ما اوصل 30% انا ما عادش بعد كده محتاج استثمارات اجنبيه، هحتاجها بس ما عادش احتاجها كضروره ملحه كما انا عليه الان. وبالتالي اللجوء للمصرفيه الاسلاميه جنبا الى جنب جنب المصرفيه التقليديه هيساهم في حل هذه المشكله. واحنا بنشتغل عليه في الحزب. أين بقى دور الاستاذ يوسف ندى؟ ليس له محل من الاعراب. ان هو كان بيستثمر اموال يعني بيدير اقتصاديات جماعه الاخوان في التنظيم العالمي، وانه التحويلات والتبرعات بتتحط في مبلغ كان من ضمن رجال الاعمال اللي بيديروا ملف اقتصاديات الاخوان الاستاذ يوسف ندى، زي ما في رجال اعمال داخل مصر الاستاذ مالك والاستاذ خيرت الشاطر. لكن يقال انه سيعود. نعم معلش عاوز انا بس هرد بس في الحته دي حساسيه شويه. لا انا عايز اسيب لحضرتك. لا هسيب لحضرتك هتتكلم تاني بس الحته دي بالذات. اقتصاديات الاخوان انا حساسه شويه هرد عليها. اقتصاديات الاخوان كان بيتم استثمارها من خلال التنظيم العالمي خارج مصر، ازاي النهارده نقدر نفصل اقتصاديات الاخوان من الاقتصاديات الدولة؟ رد سريع جدا. أي. الإخوان كجماعة ليس لها أموال. ليس لها أموال مدخرة ولا أموال تستثمر. يوسف ندى كان رجل ثري، رجل بزنس مان عايش في سويسرا طول عمره، راجل أنشأ بنك التقوى بالشراكة مع بعض الشخصيات المصرية وغير المصرية، والبنك أفلس وحسب معلوماتي الرجل لم يعد لديه مال. الرجل ظهر في برنامج شاهد على العصر في قناة الجزيرة وقال إن هو لم يعد يملك السجادة اللي هو قاعد عليها، يدوب هم سايبين له بيته الصغير اللي لسه في سويسرا يعيش فيه يعني كنوع من أنواع الإنسانية، لكن أمواله كلها صدرت حسب علمه. راجل أعلن هذا على قناة الجزيرة وأعيد البرنامج إذاعته أكثر من مرة، والراجل لم تعد لديه أموال، فضلا عن أنه أصبح كبير السن واعتقد انه الان لم تعد لا سنه ولا صحته تسمح له بممارسه العمل التجاري من ناحيه اخرى، وبالتالي اصبح لم يعد له محل من الاعراض. ما لهاش اموال والمال اللي التبرع اللي بيتبرعوا حضرتك وجميع بينصرف اللي بيجي بيطلع زي موازنه الدوله. نفقاته وايرادات سنه بسنه. ما فيش فلوس تستثمر وفلوس تضخ. بس هي نفقات يعني ثروه كبيره بدليل ان اصبح اللي بيجي بيتصرف ومديونين. عندنا عجز، عندنا عجز زي الدوله بالظبط. ما عندكوش عجز يا عم، ده انا عايزين نستلف منكم. اتفضل يا فندم. الاخير بس ليس هناك خلط، ليس هناك خلط بين اموال الاخوان واخد بالك ولا اموال الدوله. الاخوان دول افراد بعضهم يملك ثروه وحسب علمي انها مش كبيره خالص، والناس بيستثمروها باعتبارهم افراد عاديين مواطنين لا لها دخل لا بالدوله ولا لها دخل باموال الاخوان. ديت ملكيه فرديه لاصحابها فقط لا غير. طيب. فردية فعلا بنرجع ثاني للمصرفية الإسلامية أو الصيرفة الإسلامية أيا كان الاسم. بنرجع مرة ثانية الدكتور محمد جودة بيرى بأنه الحزب طبعا الحرية والعدالة في فترة ما أثناء وجود البرلمان وقبل يعني حل البرلمان أنه في قانون بيعاد النظر في قانون البنك المركزي والمصارف في هذه الحالة، بحيث أنه يضاف باب خاص بيه
المصرفية الإسلامية. برجع أقول للدكتور محمد جودة، ألا تعلم بأنه قبل ثورة 25 يناير ما تقوم كان في بنك اللي هو بنك أبو ظبي الإسلامي اشترى في 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 عملية الخصخصة اشترى كل أسهم بنك التنمية الوطني في مصر من 3 سنين، وحاليا هيتحول بالفعل ويعلق اليافطة بتاعته خلال فترة معينة إلى بنك أبو ظبي الإسلامي. أيضا الشيخ صالح كامل زود حصته في بنك البركة. إذن هناك بنوك إسلامية يعني قامت قبل قيام الثورة. هنا أنت بتحاول بمعنى بقول إن هو في هذه الحالة كان هناك في قانون البنك المركزي لا يمانع في أنه يمكن لبنوك إسلامية أن تقوم. عندك لكن ما كانش فيه قانون تنظيم عملها. بالضبط. عندك بنك آخر اللي هو بنك اللي هو الإسلامي الدولي اللي هو في نهاية الأمر مصرف الإسلام الدولي ده انهار، وبالتالي في هذا بدون ما يقترب منه أي شخص، ده من فترة طويلة من حوالي 5 سنوات وتم دمجه مع بنك الإيه اللي هو المصرف المتحد. ولذلك بقول أنا برجع أقول مرة تانية، ما احنا ندخل في نقاش هل هتستمر في عند تعديل هذا القانون يبقى في عندي مصارف تقليدية بأسعار فايدة وفي اللي هو بنسميها أو يطلق عليها الربوية، وإن كنت أعترض على هذا، إلى جانب البنوك الإسلامية اللي بتمشي وفقا للشريعة الإسلامية اللي هو العائد دون سعر الفائدة. برجع مرة تانية بقول إن إحنا النهاردة يعني ما يسمى بالاقتصاد الإسلامي، أنا ليه ما سموش الاقتصاد الأخلاقي؟ لأنه آدم سميث لما عمل علم الاقتصاد اللي إحنا بندرسه لأولادنا والنهاردة بندرس فيه 40 سنة، وآدم سميث النهاردة لو صحي من يعني من رقدته وصحي تاني ولقى ان في اقتصاد اسلامي يقول لك طب ما انا الاقتصاد اللي انا عملته وانا ابو الاقتصاد يبقى سميه الاقتصاد المسيحي انا كمان. وهناك ايضا يطلع يعني طيارته الاقتصاد يهودي. اذا في هذه الحاله بنرجع مره تانية ليه ما يكونش هو الاقتصاد الاخلاقي اللي هو يتبع الشرائع السماويه اللي هي مصدر واحد هو الله سبحانه وتعالى، اللي هو ان الانسان لا يستغل اخي الانسان، انه الافصاح والحوكمه إلى آخره من هذه المبادئ الأخلاقية اللي بيديروا البيزنس في أي دولة أو نشاط الأعمال في أي دولة المفروض أنه هو يتبع. أحد أسباب الأزمة المالية العالمية مش كل الأسباب، أحد أسبابها هو الجشع والطمع من القائمين على المؤسسات المصرفية الدولية وعلى مؤسسات أخرى غير مصرفية، ده اللي أدى أحد العوامل اللي أدت لهذا. وعشان كده بقول الربا محرم بكل الديانات. الربا اللي بنسميه حتى باللغة الإنجليزية يوزري، لا يوزري استغلال don't use your brother، يعني ما تستغلش أخوك، ده تعليم ربنا سبحانه. بدأت من التوراة والإنجيل ثم تتمت الديانات اللي إيه الديانة الإسلامية. بمعنى لما في الديانة اليهود يقول لك لا تأخذ من أخاك أكثر مما أقرضته، ده في الإيه التوراة عند اليهود. وبالتالي لكن القصة وفيها النهاردة وكانت العملة زمان ذهب، لما الأسعار ترتفع ما الذهب جوه العملة بيزيد، لكن النهاردة العملة ورقية، فالعملة الورقية النهاردة لما تبص لها عدو العملة الورقية النهاردة هو الأسعار. يعني النهاردة لما أسلف واحد مثلا مبلغ وهو صديق 100,000 جنيه لأنه في يعني أمثل حاجة ليه، النهاردة أنا كنت حاطط هذا المبلغ 100,000 جنيه أشتري لابني شقة لما يتجوز بعد سنتين، أقرضته لصديقي عشان برضو يعني ينجز شغل بالنسبة لابنه هو، لما عندما يعيد هذا المبلغ 100,000 جنيه دون زيادة حتى لا يرتكب يعني اللي هو خطأ في أنه يرتكب الخطأ الربا، قرض حسن يعني قرض حسن، لما رجعهم لي طب انا عاوز اشتري لابني، رحت اشتري لابني الشقه لقيتها ب 120,000. طب في هذه الحاله سوف تتقطع العلاقات الانسانيه نتيجه ان انا سلفتك ال 100,000 عشان انقذ يعني مساله لديك قعدتهم 100,000. اذا النهارده بنبص للاسعار، معلش بس ما هو اذا القضيه النهارده يا دكتوره هاله عاوزين نجاوب، بياخد منك فلوسك وبيستثمرها لك وبيدي لك العائد اللي هتطلع منه المشروع ده زي انت وحظك. انا لا انا عاوز اميز بانه اليوزري
او الربا محرم في الديانات ما فيش نقاش فيه. لكن الفائده في هذه الحاله، هل السؤال اللي عاوزين نجاوب عليه حتى هذه اللحظه، هل الفائده بمفهومها المعاصر وعندنا 12 او اكثر من نوع من اسعار الفائده، مين منهم في اسعار الفائده ده هو الربا؟ اذا والله اثبتنا انه اسعار الفائده بالمفهوم المعاصر هو الربا، يبقى ما فيش نقاش ان هو يبقى ربا. لكن لحد النهارده ما حدش جاوب على هذا، لانه اسعار الفائده مش سعر فائده واحد، يعني عندي اسعار يعني عددي ولا حرج، يعني كتير من اسعار الفائده، من ضمنها سعر الفائده الاسمي وسعر الفائده الحقيقي. لما اقول انا البنك انا بحط فلوسي في البنك بيديني 12% ايه عائد في السنه، لو الاسعار معدل التضخم طلع 15%، يعني الاسعار اكلت من ال 12% 15%، يبقى سعر الفائده الحقيقي اللي اتبقى ليا سالب 3. يبقى النهارده في خسائر. لما اكون الاداره الاقتصاديه سليمه، معدل التضخم قليل، انا باخد من البنك نفترض 7%، لكن الاسعار ما زادتش الا ب 3%، يبقى الفرق 4% كسبان. اذا ما فيش ضمانه، ولذلك بنقول فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، يعني لك الحقيقه بتاعتك مش الاسم. انت بتاخد من البنك 12 تم الاسعار بتاكلهم وبتزيد كمان. اذا هنا بندخل هيحل هذه الاشكاليه الاقتصاديه، الاقتصاد ما يبقاش فيه فايده اصلا، هيبقى فيه ايه مشاركه في الربح والخساره. وبالتالي انا ربحت 40% يبقى هناخد 40% سعر. يا دكتور محمد، ما انت هيبقى عندك، يبقى انت ناوي بقى تعمل في المدى الطويل هتلغي طبعا البنوك التقليديه. مش هلغيها، ما هو بفايده، ما انت بتقول لي بقى يبقى انت ازاي في ضوء انه ده ربا، ما انت هل حكمت عليه بربا؟ اذا كان ربا في هذه الحاله يبقى اكيد في يوم من الايام هتتم الغاء هذه البنوك التقليديه حتى يكون النظام المصرفي في مصر نظام اسلامي بالكمال وبالتمام والكمال. هل ده خطه هل دي خطه حزب الحريه والعداله؟ ده سؤال خطير مرحليه. طيب حول حرج، ما في شيء غير دقيقتين. بدايه انا انكسف ليه اقول اقتصاد اسلامي وهو اقتصاد اسلامي وليه هسميه اقتصاد اخلاقي؟ اذا كان هو اقتصاد اسلامي وبقى له 1400 سنه وربنا سماه اقتصاد اسلامي، يبقى انا ما انكسفش ان انا اسميه اقتصاد اسلامي. انا صاحب دين وهويه وعقيده لها قيمه. معلش الحته دي نقف عندها. انت معايا حضرتك؟ ربنا سبحانه وتعالى في ايه من الايات قال ان في اقتصاد اسلامي؟ ده سؤال. الاسلام كدين طب ما هو من حق الاخرين يقولوا كده. اتفضل يا فندم، اتفضل لو تكرمت. يعني الاسلام ده نظام متكامل. نعم. وهو باعتباره نظام متكامل بيتكون من مجموعه من الانظمه الفرعيه، في تكامل هذه الانظمه الفرعيه يكون الاسلام كمنظومه متكامله. وبالتالي الاسلام فيه نظام سياسي، فيه نظام اقتصادي، فيه نظام اجتماعي، فيه نظام قانوني، فيه نظام اخلاقي، فيه وهكذا. فالاسلام والاقتصاد الاسلامي هو جزء من منظومه الاسلام ككل. وبالتالي انا النهارده ما انكسفش ان انا اسميه اقتصاد اسلامي، وبالعكس ده هذا الامر افخر بيه. مش محتاج اسميه اقتصاد اخلاقي. طب اديني الفرصه لحضرتك. اتفضل. الامر الثاني، انا مش محتاج الاشكاليات اللي حضرتك بتطرحها حول سعر الفايده الاسمي وسعر الفايده الحقيقي وما الى ذلك. انا في ظل الاقتصاد الاسلامي مش هتكون في هذه الاشكاليات، لان الاقتصاد الاسلامي المجتمع كله هيستثمر امواله باسلوب المشاركه. وبالتالي لو ربحت 40% فاحنا كلنا هنستفيد منها، ولو خسرت 10 يبقى كلنا مشاركين في الخساره. وبالتالي ما عادش في سعر فايده لا اسمي ولا حقيقي، ولا في اشكاليه محتاج ان انا ابحث لها عن حل، لان هذا مرض وداء للنظام الراسمالي. انت معايا حضرتك؟ وليس جزء من المشكله في الاقتصاد الاسلامي. لا معلش اسمح لي، فرصه اكمل بس. اكمل بس حضرتك، اكمل بس حضرتك. ما يحدث في النظام الراسمالي ولاده نظام جديد من رحم النظام الراسمالي. اسمح لي اكمل بس. مش لانه سعر الفايده هي السبب لاول مره. معلش دايما في البرنامج. معلش مش عشان سعر الفايده، سوري. معلش دايما بس اتفضل يا فندم. اكمل فكرتي. هل فوائد البنوك ربا محرم ام ليس ربا محرم؟ هذا الامر ليس مجال استطيع ان افتي فيه ولا يفتي فيه دكتور فخر، ولكن يفتي فيه اهل العلم. جميع المجالات الاثنين يا فندم، الاثنين اهل العلم، احنا واهل الشريعه. تسمح لي بس حضرتك، احنا الاثنين اكمل واهل الشريعه. اقتصاد يا فندم، والله هسمعك. اتفضل. ده اقتصاد. ما انا بقول اهل العلم ايه يا استاذ؟ علم مين ده؟ اقتصاد. اهل الشريعه، اقتصاد. اهل الشريعه والاقتصاديين يقولوا مع بعض. ايوه بس اسمحوا لي اكمل بس. اتفضل. عندما اقول اهل العلم، اهل العلم من جمعوا بين علم الاقتصاد وعلم الشريعه وصار لهم حق الاجتهاد، وهؤلاء كثر في العالم الاسلامي. جميع المجامع الفقهيه الكبرى في العالم الاسلامي، مجمع البحوث الاسلاميه، هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف سنة 65 أصدرت فتوى قاطعة مانعة حاسمة أن فوائد البنوك هو الربا المحرم شرعا. مجمع الفقه الإسلامي في مكة المكرمة. وبالتالي لم يعد هناك حق الاجتهاد لا ليا ولا فتوى مانعة جامعة. هذا ربا محرم. احنا بنتساءل. يعني ايه فتوى جامعة مانعة جامعة؟ في الأزمنة الفتاوي بتتغير وتفسير أشخاص. هذا صحيح. هذا صحيح. تفسير أنبياء. فوائد البنوك، فوائد البنوك مش المجمع عليه. ما احنا موافقين على البنك الدولي اهوت، وهندفع فوائد 1.1%.
بدعوات اسلاميه يا استاذ بدعوان. البنك قال في صندوق النقد الدولي يعني في محمد بقى هو مقرر هو خايف ربا. طب وبعدين هتعمل ربا ليه بقى؟ حد قال لهم في الحته دي نعملها ربا؟ اسلم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ان شاء الله يتسلم لما يصبح للمسلمين الغلبة على العالم كله سيسلموا بنك الدولة وصندوق النقد الدولي. ان شاء الله هيسلمون ان شاء الله. دي عايزه حلقه ثانيه. هيسلمون ان شاء الله. دي حلقه ثانيه ان شاء الله. وقتنا يا فندم بكثير 50 سنه هتلاقي العالم كله اسلامي. انت كده تخوف الناس كده. لا لا اخلاقيات الاسلام بخلق الاسلام وسماحه الاسلام ورحمه الاسلام سيعود العالم كله شاء ام ابى الى الاسلام. لانه لا يعني قصدي اقول ايه يعني برغبته واختياره ان شاء الله الاسلام غالبا على امره والعالم كله سيعود الى الاسلام برحمه الاسلام وسماحه الاسلام بالتاكيد. بس انا عايز اقول بقى معلش عشان الحكايه دي الاسلام كنظام للحياه كنظام للحياه كنظام يا دكتور احنا مش من الجاهليه. انا عايز اقول لحضرتك حاجه يعني معنى كده يا فندم انه يعني بنستشف ان في اتجاه الى تحويل, مش تحويل النظام لا. الاقتصادي البنكي في مش مصر تحويل لا. تدريجيا تطعيمه وتحويله في المدى الطويل ممكن بالزبط. والله لو الشعب عايز كده ماشي احنا الشعب يجي ما لهاش دعوه بالشعب ده نظام الناس تختار. لو الناس اتجهت للمصرفيه الاسلاميه هتبص لا شيئا فشيئا طبقا لقواعد العرض والطلب البنوك التقليديه ستتحول الى المصرفيه الاسلاميه. دي 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 حاجه لازم نتناقش فيها في حلقه طويله جدا لان ما ينفعش. انما عايز اقول لحضرتك احنا في النهايه عايزين نتائج دلوقتي في اللي احنا فيه. احنا عايزين نقول انه دقيقة واحدة فتحي انا عايزة اقول لكم لا اصل عمالين تتكلموا فيني مش عارفة اتكلم. عايزة اقول لحضرتك انه صندوق النقد الدولي هندفع له فايدة يعني ربا. فاحنا لما نيجي نستلف نوافق ولما نيجي نشغل النظام بتاعنا نقول لا ده مش هقبل ربا يعني ما ينفعش يبقى فيه ازدواجيه. قالوا مصاريف اداريه في احيانا مصاريف اداريه. حد من الحريه والعداله كده دكتور جوده حد من الحريه والعداله مصاريف اداريه. لا ده الاستاذ يسري حد من الحريه والعداله كده دكتور جوده. انا اطلب منك ان انت تكون موجود معانا تاني لان احنا كان لازم نتكلم في اعاده التوزيع السكاني المشروع الذي تتحدث عنه عن انشاء مشروع استثماري في على مساحه 3.5 مليون فدان في الساحل الشمالي واعاده توزيع السكان في مصر بحيث اننا مشروع يخلق منطقه كده زي الهند او زي سان فرانسيسكو اللي هي سيليكون فالي يعني اللي هي فيها وادي السيليكون يعني وادي السيليكون المصري. فلازم نتكلم على المشروع ده المره الجايه. بشكر الدكتور فخري الفقي ودكتور محمد جوده واعتقد انه الثنائي ده جميل جدا مع بعضه فعايزينكم تاني يا ريت يا ريت كل حلقات الدكتوره هاله تبقى بنفس بنفس الموضوعيه الجميله دي تنقد بيه اكثر من مره وتفهمونا. دكتور فخري استاذنا شكرا يا فندم كبير يعني في النهايه انا عايزه اقول ان في خبر يعني مهم انا توقفت قدامه النهارده وهو خبر عن طبعا ان هو في مفاجاه مرسي والشاطر اعضاء بالمؤتمر العام للحريه والعداله ومن حقهم الترشح لرئاسته وصباح السقاري صباح السقاري الدكتورة صباح السقاري الدكتورة صباح السقاري أول مرشحة لرئاسة حزب الحرية والعدالة. بتقول بقى لها كلام جميل قوي أنا بحييها الدكتورة صباح ونفسنا أننا نتصل بيها لأن أنا لقيت يعني في سيدة شجاعة بتقول اهو عندنا في اليوم السابع اول مرشحه لرئاسه حزب الحريه والعداله راي مرشد الاخوان لن يكون ملزما لي. بتقول لن اسمح بتدخل الجماعه في شؤون الحريه والعداله او استغلالي للدعايه والتجميل الحزبي لاني امراه جدعه واضمن اصوات 15% من اعضاء المؤتمر العام. واكدت الدكتوره صباح السقاري اول مرشحه على مقعد رئاسه الحزب الحريه والعداله انها لن تسمح بتدخل جماعه الاخوان المسلمين في شؤون الحزب في حال فوزها برئاسته ولن في حال فوزها برئاسته مشددة على أنها سترحب برأي مرشد الجماعة لكنه لن يكون ملزما لي في هذه الحالة. وقالت أنها لن تسمح أيضا أن يستخدمها أحد للدعاية والتجميل الحزبي مضيفة أنا مقتنعة أن العامل المشترك بين الحرية والعدالة وجماعة الإخوان هي المرجعية فقط أما الإدارة والتنظيم فهي شؤون داخلية للحزب.
انها سيده شجاعه. انا شايفه في عينيك ان مش عاجبك الكلام. لا انت سيده جدعه ذكوري مسيطر وست الدكتوره صباح تيجي تقول كده، ومن حق الترشيح وارى في نفسي القدره على رئاسه الحزب واعتمد على دعم الشباب واصواتهم، واعتقد ان انت هتعتمدي ايضا على دعم النساء، ويعني استاذه محترمه ونتمنى لها التوفيق. وانا سعيده جدا ان حزب الحريه والعداله بتترشح فيه امراه لرئاسه الحزب بمثل هذه القوه، وانت يا دكتوره صباح دكتوره استاذه وامراه جدعه. ونرجع لكم بعد الفاصل.